بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في الدرس الماضي على اختلاف الفقهاء في مسألة تفضيل الأنساك، مع اتفاق الجميع أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، كلها جائزة. الخلاف في الأفضلية، خلاف في الأفضلية. وسنختم بذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فقلنا أن الحنفية قالوا القرآن أفضل لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليختار له إلا الأفضل. وأحمد قال أفضل الأنساك التمتع لأنه تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل. والشافعي ومالك ذهب إلى أن الإفراد أفضل، لأن الإفراد أفضل، قال لأنه الأصل. وهذا الذي قاله عمر حين نوقش في المسألة، قال إن نأخذ بكتاب ربنا فإن الله أمرنا بإتمام الحج والعمرة، فقال وأتم الحج والعمرة لله. يعني هذه في سفرة وهذه في سفرة. وكان يقول عمر رضي الله عنه لأن تفرد رحلة لحجك، سفرة لحجك وسفرة لعمرتك، أتم لحجك وعمرتك. وكان يتأول قول الله وأتم الحج والعمرة لله. قال وإن نأخذ بسنة نبينا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة، حتى بلغ الهدي محلة. فذهب من قال، ومن أوسع من بحث هذه المسألة شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في المجلد الخامس، وهو من أوسع كتب المناسك. من أراد فقه الخلاف في المناسك فليقرأ المجلد الخامس من أضواء البيان، من أضواء البيان. أطال النفس في هذه المسألة رحمة الله عليه. فقالوا في تفضيل الإفراد ما ذكرنا من الأدلة، ثم قالوا 30 سنة الناس لا يحجون إلا مفردين، خلافة أبي بكر سنتين، خلافة أبي بكر سنتين، سنة حج بالناس عمر، في السنة الأولى أرسله أبو بكر حج بالناس وألزم الناس بالإفراد، والسنة الثانية حج بالناس أبو بكر وألزم الناس بالإفراد، ثم 10 سنوات يحج عمر رضي الله عنه وهو يلزم الناس بالإفراد، يلزم الناس بالإفراد، ثم 11 سنة. طبعا تعرفون خلافة عثمان 12 سنة، 11 حج منها حج بالناس عثمان وكان يلزم الناس بالإفراد، والحجة الأخيرة حين أرسل عليا وحبس هو حج بالناس مفردا، وفي خلافة علي الناس يحجون مفردين، وبعده معاوية 20 سنة يلزم الناس بالإفراد، يلزم الناس بالإفراد معاوية رضي الله عنه. قالوا وهذا دليل على أن الإفراد أفضل الأنساك مع إقرار الناس، بل ورجوع عبد الله بن قيس الأشعري لما كان يفتي بالتمتع للحديث الذي ذكرناه، قال جئت من اليمن وقلت إهلالا اللهم إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتحلل بعمرة، قال فأتيت بعض نسائي، بعض نساء أهلي يعني بعض زوجاته، ففلت له رأسه، فقيل له رويدك بعض فتياك فإن أمير المؤمنين عمر قد نهى عن ذلك، فقال أيها الناس إني قد كنت أفتيتكم بهذا وإن أمير المؤمنين قد أحدث أمرا بعد ذلك، فانتظروا حتى يقدم أمير المؤمنين، يعني لا تأخذوا بقولي حتى يأتي عمر وسلوه. وقلنا أن عمر كان يجبر الناس على ترك التمتع والقران ويجبرهم على الإفراد، بل وأجبر أهل مكة أنهم يحرموا متى؟ مع الإهلال، ذلك لأن الناس يأتون مفردين، يعني لن يتحللوا، يأتون مكة مفردين، بعضهم يأتي في شوال لأنه شوال من أشهر الحج، من أشهر الحج ليس من أشهر الحرم، من أشهر الحج، فيأتي في أشهر الحج ربما في شوال ربما في ويبقى في إحرامه حتى يحل يوم النحر. فقال يا أهل مكة ما للناس يأتون شعثا غبرا وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال، أهلوا يعني بالحج إذا رأيتم الهلال دون نكير عليه من الناس. قالوا هذا رأي عائشة رضي الله عنها ورأي طلحة والزبير رضي الله عنهما، وهو رأي أسماء ورأي جماعة، وخالف في ذلك عبد الله بن عباس، ولذلك حين صار النقاش بين عبد الله بن عباس وبين عروة أو سعيد بن المسيب، فسئل عبد الله بن عباس أي الأنساك أفضل؟ قال التمتع، التمتع. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. فقيل له لكن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عن التمتع،
فغضب عبد الله بن عباس وقال: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فقال له عروة: قد كانا والله ألصق برسول الله منك وأعلم برسول الله منك، أتراهم خالفا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأسكت ابن عباس وحج عروة ابن عباس، يعني حجه بالحجة، فسكت ما قال شيئا. جماع القول في المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناسكه. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول: قد اتفق الأئمة الأربعة، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، على أن من كان يستطيع أن يحدث سفرة لعمرته من عامه فالإفراد في حقه أفضل. هكذا يقول: من استطاع أن ينشئ سفرة في نفس السنة، في عام، يعني سفرة مستقلة لعمرته لا يشق عليه ذلك، فهذا في حقه أيهما أفضل؟ الإفراد، لأنه يستطيع أن ينشئ سفرة مستقلة لحجه وسفرة مستقلة لعمرته، كحال أهل البلد، كحال أهل السعودية. هل يشق علينا أننا نعتمر في البلد في العام؟ بل ربما بعضنا يعتمر في العام مرات. قال: اتفق الأئمة الأربعة أن من استطاع أن ينشئ سفرة لعمرته من عامه فالإفراد في حقه أفضل. وأما الآفاقي، يقول الآفاقي الذي يأتي من الآفاق أو الأفقي الذي يأتي من بلاد بعيدة، فالتمتع في حقه أفضل، لأنها هي رحلة واحدة اللي يجيها وتلاقيه محوش عمره كله عشان هذه الرحلة. فهل نقول له: لا، أنت لازم تفرد، يعني ترجع إلى بلدك وتنشئ رحلة أخرى؟ ما يستطيع. فنقول له: هذا في حقه التمتع أفضل، هذا في حقه التمتع أفضل، لأنه أرفق به، يأتي في سفرة واحدة، يدخل مكة معتمرا ثم يحج من عامه. قال: أما الآفاقي فالتمتع في حقه أفضل، لأنه أرفق به وأيسر. وأما من ساق الهدي فالقران في حقه متعين، لأنه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإذا ساق الهدي تعين في حقه القران. إذن يقول شيخ الإسلام: لا يقال عن نسك أنه أفضل مطلقا، أنه أفضل مطلقا. وساق اتفاق الأئمة الأربعة على هذا الكلام، أن من كان قريبا لا يشق عليه أن يسافر ينشئ سفرة لعمرته فالإفراد في حقه أفضل، والآفاق الذي جاء من بلاد بعيدة يعني يشق عليه فهذا في حقه التمتع أفضل، والذي ساق الهدي القران أفضل، بل هو المتعين في حقه. هكذا يقول شيخ الإسلام، وهو أعدل الأقوال والله أعلم، وهو أقرب الأقوال، خاصة أنه حكاه عن الأئمة الأربعة. فيقال بهذا التفصيل الذي فصله شيخ الإسلام: إن كنت تعتمر من عامك، تعتمر في رمضان مثلا أو في غير رمضان أو كذا، فهذا في حقه الإفراد أفضل، وأما إن كنت جئت من بلاد بعيدة فتمتع. وإن كنت سقت الهدي، وأظنه الآن صعب سياقة الهدي، صعب سياقة الهدي، فإن كنت سقت الهدي فأنت تقرم بإذن الله، والله أعلم. نعم، اقرأ. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وبأسائلكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام مسلم في صحيحه قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها هلت بعمرة فقدمت ولم تطف في البيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد هلت بالحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت وبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. شوف، انظروا، قال: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، لأنها صارت قارنة، لأنها صارت قارنة، هي جاءت محرمة بعمرة فلما حاضت ما استطاعت أن تعتمر فأدخلت الحج على العمرة، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يسعها عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تأتي بعمرة مستقلة فأعمرها من التنعيم. نعم. قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك.
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة أنها قال قال عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم قالت فاردفني خلفه على جمل له قالت فجعلت أرفع خماري أحسره أو أحصره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة راحلة فيضرب رجلي بعلة بعلة هكذا عندك بعلة الراحلة نعلة الراحلة فيضرب رجلي نعلة الراحلة يقول في الطاء بعلة ونسبه في حاشية ألف لابن عساكر يعني لرواية ابن عساكر لصحيح مسلم مصححا يعني روايتين. قال القاضي عياض في المشارق لأكثر الرواة يعني عن مسلم نعلة إلا أني وجدته في بعض الأصول من طريق ابن ماهان ثقلة بفتح القاف والثاء مثلثة أو ثقلة قال وجدت شيخنا القاضي أبا عبد الله قيده عن الجياني بعلة بالباء الموحدة وكسر العين قال والصواب ثفنة وينظر شرح النووي يعني كلها روايات على كل حال ماشي نعم أكمل. قلت له وهل ترى من أحد قالت فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. بس قف هنا انظروا يا أخوان هذا الحديث نقف عنده دقائق. تقول رضي الله عنها قالت فأردفني خلفه من أردفها؟ عبد الرحمن على جمل له قالت فجعلت أرفع خماري أحصره عن عنقي فيضرب رجلي نعلة الراحلة أو بعلة الراحلة أو ثقلة الراحلة. قلت له وهل ترى من أحد؟ انظروا إلى غيرة عبد الرحمن بن أبي بكر وانظروا إلى أم المؤمنين ماشيين في الصحراء ليس معهم أحد في الصحراء القاحلة لا يوجد إنسان وهي خلفه وهي مغطية وجهها بخمارها والعرق يتصبب فترفع عن عنقها لا عن وجهها ترفع عن عنقها تهوي نفسها شوية فيراها أخوها فيضربها برجله يضربها يقول لها غطي وجهك. تقول وهل ترى أحد؟ في أحد؟ ما في أحد أنا وأنت لوحدنا والدنيا صحراء ما في أحد وهل ترى من أحد؟ ما في أحد ومع ذلك يضربها يقول لها غطي وجهك وهي لسه ما فتحت وجهها فقط تهوي على عنقها. يقول علي لا خير في من لا يغار والذي لا يغار على عرضه لا خير فيه فهمنا؟ وعبد الرحمن حر ابن حر ولذلك يغار على عرضه يغار على أخته مع أنه ما في بشر ينظر إليها وهي تقول أترى أحد؟ ما في ما هو إلا أنا وأنت فكيف بالتي تكشف وجهها بالكلية؟ فكيف بالتي إذا كانت هذه فقط ولا في بشر ولا في أحد أصلاً من خلق الله عز وجل من البشر بدليل قولها وهل ترى من أحد؟ ما هو إلا أنا وأنت كما في بعض الألفاظ يعني ما في إلا أنا وأنت في هذه الصحراء ما في أحد غيرنا وتمنعني أكشف عن عنقي فكيف بالذي يجي ويناقش هل وجه المرأة عورة ولا لا تكشف ولا ما تكشف يا أخي جمالها في وجهها. فانظروا إلى عائشة رضي الله عنها كيف أنها أخاها يمنعها أن تكشف وجهها أو عنقها وفي الصحراء لا الرجوع كان في الليل الذهاب كان في العصر الله أعلم هذا كان في الليل أو في العصر لكنهم راحوا عصرا ورجعوا ليلا لكن في الصحراء هي تقول أترى أحد؟ ما في أحد إنه إلا أنا وأنت كما في بعض الألفاظ ومع ذلك يغار عليها. هي ما قالت له ترى وجهي ما هو عورة ما قالت له ترى ليش تضربني أنا أقدر أكشف وجهي قالت إنه ما في أحد قالت ما في أحد. ونساء زماننا وبعض مستغربي رجالنا يقول لك يا أخي وجه المرأة ما في بأس إنها تكشفه. طيب يا أخي أنت راضي إن حرمتك كل واحد يشوف جمالها يا أخي الناس البقية ما ترضى ذلك من عندهم غيره ما يرضون ذلك صحيح أو لا؟ وهذه عائشة رضي الله تعالى عنها ولذلك كل ما يمر علي هذا الحديث أنا أتعجب كيف كانت غيرة ذاك الرجل الصالح ابن الصالح عبد الرحمن بن أبي بكر ما يرضى لأخته فقط ترفع شوية عشان تهوي نفسها وفي صحراء لا يوجد فيها أحد. ولذلك يا إخوان لا خير في من لا يغار نعم اقرأ. السلام عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه أخبره عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله عنها فيمرها من التنعيم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله عنها أبي عمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حركت يعني حاضت نعم حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا ونجد الآن سبحان الله معلش أحمد ونجد الآن النساء يأتين إلى المسجد في زينتهن والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بعضهن يستشهدن علي بهذا يقولون يعني معناها يجوز أن تحضر الدروس ولو زوجها لا ما يلزم من هذا لأن الصلاة هو أصلا في جماعة هي كل عشر دقائق تصلي وترجع هو كمان يرجع ما تقعد أربع ساعات من العصر إلى العشاء صح ولا لا تارك زوجها هي كلها صلاة تصلي وترجع عشان كذا قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنت إحداكن امرأته أن تشهد العشاء الآخرة هو حيكون نايم في البيت هو حيشهد العشاء الآخرة لكن ماذا قال في الحديث قال لا تمنعوا نساء الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن وهن تفيلات وليخرجن وهن تفيلات فكيف بالتي تأتي إلى المسجد للصلاة أو تأتي لحضور درس وهي في كامل زينتها في كامل زينتها تأتي متعطرة ومتزخرفة وربما كشفت وجهها أمس إحدى الأخوات أرسلت لي ورقة ضمن الأسئلة تقول إنه عندنا طالبات يعني تركب الباص وكأن راعي الباص محرم لها تكهكه وتضحك وتنكت مع صاحباتها وصاحب الباص كأنه أخوها ولا أبوها وهذه زعمت أنها جاءت تحضر صحيح مسلم هذه زعمت أنها جاءت تحضر صحيح مسلم وتلبس البنطال الضيق وتخرج بعباية مخصرة مزركشة مزخرفة تخرج كاشفة حاسرة وزعم أنها طالبة علم أي طلب علم من هذا؟ أي طلب علم من هذا؟ علم لا ينفع صاحبه ليس بعلم يا أخوان علم لا ينفع صاحبه ليس بعلم فالواجب على الأخت المسلمة التي تحضر إلى المسجد إذا خرجت من بيتها إلى أي مكان ومن باب أولى إذا جاءت المساجد جاءت تصلي جاءت تحضر درسا أن تكون في كامل حشمتها كما أمرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن وهن تفيلات وليخرجن وهن تفيلات إذن تخرج تفيلة غير متزينة لا تظهر شيئا من زينتها فهمنا ولذلك لا ينبغي لطالبة العلم أن تكون كذلك تكون متزينة متزخرفة تلبس البنطال تقهقه وتضحك أمام السائق وهو يسمعها ويسمع نكاتهم ولطائفة ما يجوز هذا يجوز ما يجوز هذا فضلا أن تأتي بمكياجها وبعطرها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تأتي المسجد وهي متبخرة أو وهي متطيبة فهمنا؟ نعم ولنا في عائشة إسوة للنساء في عائشة إسوة حسنة نعم اقرأ قالت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة قال حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا ما لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهلنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الأناقة فقال إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فذهب بها إلى عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي فذكر مثل حديث الليث إلى آخره ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة وساق حديثا معنى حديث الليث وزاد في الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيئة باعها عليه فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة مع من التنعيم قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة رضي الله عنها إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم كان هذا ديدنها إلى آخر عمرها كانت إذا حجت تفعل ذلك لأنها تقول أنه شيء فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تريد تركه فكانت تحج بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دوما فإذا حجت كانت تأتي التنعيم وتعتمر ثم تخرج إلى المدينة كانت إذا انتهت من حجها في آخر أيام التشريق تأمر من يحملها ممن معها
تحمل إلى التنعيم فتهل بعمرة ثم تعتمر ثم تخرج. حتى كان قبل وفاتها بيسير بأعوام، قبل وفاتها بأعوام تركت هذه العادة وصارت إذا حجت تخرج حتى تنزل الجحفة، حتى تأتي إلى الجحفة فتبقى فيها حتى ترى الهلال، يعني هلال ذي الحجة محرم، محرم خلاص ذي الحجة خلص، حتى ترى هلال المحرم. فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة وقدمت مكة وطافت وسعت ثم رجعت إلى المدينة. فهمنا؟ إذن كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم تفعل هكذا، تعتمر من مكة، تخرج إلى التنعيم وتعتمر. إلى قبيل وفاتها بمدة يسيرة بسنيات بسنوات قليلة تركت هذه العادة وغيرتها، صارت بعد الحج تخرج إلى الجحفة، هذا الساحل ساحل البحر، وتبقى في الجحفة إلى أن ترى الهلال. فإذا رأت هلال المحرم ودخلت السنة، انتهى شهر ذي الحجة ودخل شهر محرم، تهل بعمرة وتأتي إلى مكة تطوف وتسعى وتعتمر ثم تخرج إلى المدينة. يلا اقرأ. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حاول، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طوفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحل، قال قلنا أي الحل؟ قال الحل كله، قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيبة، فلما كان يوم التروية أهلنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اهللنا ان نحرم حتى اذا توجهنا الى منى قال فاهللنا من الابطح. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاول، وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا. زاد في الحديث لمحمد بن بكر طوافه الاول. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء انه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال اهلنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعه مضت من ذي الحجه فامرنا ان نحل. قال عطاء قال حلوا واصيبوا النساء. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنية. قال يقول جابر بيده كأن ينظر إلى قولي بيده يحركها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقي الهدي فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال أطعم قال جابر فقدم عليهم من سعايته فقال بما أهلت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما. قال وأهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لأبد. نعم، ولذلك لأبد دخلت العمرة في الحج. سأل سراقة بن مالك بن جعشم ألعامنا هذا خاصة، يعني دخول العمرة في الحج والاعتمار في أشهر الحج؟ قال لا بل لأبد. إذن التمتع والقران مشروعيتهما باقية إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. قال بل لأبد. طيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.